نجيب التي تعتبر الجمعيات الخيرية هي العنوان الأبرز للعمل الإنساني والتي لها أكيد تاريخ حافل بالعطاء والبذل. نعم، نشاط هذه الجمعيات ينتشر في الداخل والخارج، وأهل الخير يتنافسون على الوصول إلى المحتاجين والمنكوبين عبر تبرعات قياسية تسجل كل عام في كويت الخير. يحيي العالم اليوم العالمي للعمل الإنساني لعام 2017 تحت شعار لست هدفا. هذه الجمعيات الحقيقية هي تقدم الصورة المشرقة للعمل الإنساني في الخارج، وهو يتم بتأييد وبموافقة وبمساعدة من الدولة، سواء كان من صاحب السمو أو من مجزراء أو من كل الجهات الحكومية. ذهبنا إلى جميع البلدان خارجية عند المشاريع عدة، فعند المشاريع تميز في مشروع التعليم، في بناء جامعات، في بناء دور للأيتام، في دور الفقراء، بيوت الفقراء، في بناء مساجد، في بناء أبر. تتسبب الصراعات بخسائر فادحة على معايش الناس في كل أنحاء العالم، ويجد ملايين المدنيين أنفسهم محاصرين ومجبرين على الاختباء بسبب الحروب التي ليس لهم فيها يد. هذه اللجان تقوم بعدة أنشطة في دول متعددة، طبعا يأتي على رأسها المشاريع الإنشائية كالمساجد ودور الأيتام وبناء المنازل للأسر الفقيرة في أكثر من دولة، وأيضا يأتي في جانب أيضا كفالة الأيتام. المساجد بناءها أكثرها علم الكويت موجود فيها، الأبر علم الكويت موجود فيها، المدارس تقع علم الكويت موجود فيها، ففي بعض الدول ممكن ما يعرف وين مكان الكويت بس يسمع فيها. الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت 19 من أغسطس من كل عام يوما عالميا للعمل الإنساني للاعتراف بمجهودات العاملين بالعمل الإنساني حول العالم. مسيرة دولة الكويت في العمل الإنساني يسجلها التاريخ بأحرف من نور، حتى استحقت عن جدارة أن تكون مركزا للعمل الإنساني في ظل قيادة